اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت غفرت لهم. موعدكم عند الإله الجنة، اغفر لآل ياسر ذا المنة، يعني يا ذا المنة، وقد فعلت مثل آل ياسر، وقد فعلت مثل آل ياسر، حق لهم غفران رب غافر. هؤلاء قوم يستحقون المغفرة. وبعدها مضى النبي ما قدر أن ينصر المستضعفين فاعتبر، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام آنذاك لو حلهم لربطوه مرة ثانية، ما استطاع أن يفعل شيئا أبدا، ما استطاع أن كانوا يأتون من البيوت، يعني حتى كان أحيانا يعني سيدنا حمزة يفك الرباط تبعه، ثم يأتون فيهم البيوت ويعذبونه مرة أخرى. وبعدها مضى النبي ما قدر أن ينصر المستضعفين فاعتبر، اعتبر يعني قل اعتبر، يقول لك العلماء ماذا يفعلون؟ هذا أصحاب وجوه صفر، أصحاب إيش يسمون؟ الصحفيين هذول، الصحفيين ماذا عمل علماء المسلمين؟ يعني أنت عملت اللي عليك، يعني الأمة الإسلامية عملت ما عليها ولم يبقى إلا العلماء؟ العلماء ربما نصفهم في السجون، ونصفهم مشرد في البلدان، ونصفهم لا يستطيع أن يفعل شيئا. ماذا عملتم في المسجد؟ الخطبة عن كذا، ماذا تفعلون في البلد الفلاني والعلم؟ ماذا نفعل؟ ليس بإذن شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام مر عليه وقت لم يستطع أن يحل رباط آل ياسر حتى يتحقق البلاء ويأتي ميزان ونصاب النصر. وبعدها مضى النبي ما قدر أن ينصر المستضعفين فاعتبر، لكنه فعل ما استطاع، بشرهم على عظيم الطاعة. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال والله لا أستطيع أن أنصركم، بمعنى يعني، لكن أبشروا لكم الجنة عند الله. إيش بنطلب من هذا؟ لكم الجنة، اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت، بجنة فإنها نصر الأبد. الجنة نصر للأبد، لا نصر يوم ولا يوم، يعني الأمة كم انتصرت؟ صلاح الدين انتصر، والظاهر ببرس انتصر، وزنكي انتصر، وقبل ذلك الصحابة انتصروا في المعارك، لكن بعد ذلك الأمة ردت، هزمت مرة ثانية ثم انتصرت، يعني تهزم وتنتصر وتكون الراية في الغالب لها، إلا في آخر الزمان، لأنه نحن في آخر الزمان، يعني لم يبقى. الحرب التي ستقدم أيها الأخوة ليست حرب عالمية ثالثة، هي حرب يوم القيامة. يعني إذا قامت الحرب وتوسعت لا تقول ثالثة ورابعة انتهت الأول والثاني، ستقوم حرب يوم القيامة. لكنه فعل ما استطاعه أو ما استطاع، بشرهم على عظيم الطاعة، بجنة فإنها نصر الأبد، لا نصر يوم قد يزول بعد غد، مش نصر اليوم بعد غد يزول، كما انتصر صلاح الدين، وبعد ما صلاح الدين بعدما قبضه الله عز وجل، بعض الأيوبيين سلموا فلسطين للفرنج، القدس سلموها حتى عادها بعض الملوك الأيوبيين مرة ثانية، يعني عقول. ثم دعا لهم فأي بركة ليس لها في طيبها مشاركة، دعاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. طيب نختم إن شاء الله على مقتل سمية، لأنه عدة أيمان بس إن شاء الله قبل الأذان. أول شهيد في الإسلام امرأة، ولكن النساء والرجال، المرأة عندنا أصلا مقدمة في كثير من الأشياء على الرجال، في كثير من الأشياء على الرجال، ليس معنى أنها أرجل من الرجال، أصلا المرأة ما ينبغي أن تترجل. لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات بالرجال من النساء، يعني المرأة المترجلة قبيحة والرجل المخنث قبيح. أول شهيد في الإسلام أم عمار سمية، ثم أبو جهل أتاهم آمرا، جاء إليهم أبو جهل أن يرجعوا جميعهم كفارا، وسبهم قبيح سب وغضب، إذ أنهم ما التفتوا وقد غلب، يعني عمار أخذ بالرخصة وذكر اللات والعزى بخير، لأنه رأى أباه ورخصة، يعني ما فيها حرج، لكن أمه المرأة صبرت لم تأخذ بالرخصة، وأبوه صبر، وسبهم قبيح سب وغضب، إذ أنهم ما التفتوا وقد غلب. فجاء أبو جهل إلى سمية، لعنه الله أبو جهل، في قبل طعنها، فجاء أبو جهل إلى سمية
التوفيق.